بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد المجلس الأسبوعي الموفي للثمانين بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس الرابع من شهر صفر سنة 46,400 من هجرة المصطفى الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. نجعل من مجلسنا المبارك هذا علماً نتعلمه، وسنةً ندرسها، وهدياً نبوياً نتقفاه، وصلاةً وسلاماً متتابعةً على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم نحوزها في صحائفنا، فيكرمنا الله تعالى بكل صلاةٍ 10 صلوات منه علينا جل في علاه، وعداً صادقاً في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فمن صلى علي صلاةً صلى الله عليه بها 10. الشوق للمختار قد بلغ الذرى، والروح تثبت شوقها في ذكره. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما فاح عطر طيب من زهره. فأكثروا من صلاتكم وسلامكم على نبي الأمة وهاديها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقلب صفحات من هديه الكريم وسنته المباركة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقف بنا الحديث أيها الكرام ليلة الجمعة الماضية في نهاية الفصل الذي خصه الإمام المصنف رحمه الله للهدي النبوي في السترة وما يتعلق بها في الصلاة. ومجلس الليلة إن شاء الله وما يعقبه إن أحيانا الله فصل في هديه الكريم عليه الصلاة والسلام في السنن الرواتب التي كان يحافظ عليها صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. السنن الرواتب هي سنن الصلاة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت راتبة لأنه كان يحافظ عليها ويداوم عليها ولا يتركها إلا إذا سافر، إلا سنة الفجر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ويقال لها السنن الرواتب تمييزاً لها عن السنن غير الرواتب. لما؟ لأن كل ركعة يصليها رسول الله عليه الصلاة والسلام غير الفريضة تكون سنة. أي ركعة يصليها فيما سوى الفريضة فإنها سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. ولأنه كان يصلي من الليل والنهار ما كتب الله له أن يصلي عليه الصلاة والسلام، فإن سنن الصلاة عنده متعددة، لكن أكدها وأعظمها وأهمها، أعني سنن الصلاة، هي السنن الرواتب التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل، فقال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. إذن لقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يتبع الفريضة بالنافلة، وهو الذي حكى لنا الحديث القدسي في قول رب العزة والجلال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم ماذا قال؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل العبادات مطلقة: نوافل الصلاة،
نوافل الصدقة، نوافل الصوم وغيرها من نوافل العبادات داخلة في هذا الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونوافل العبادات في فضلها مرتبطة بفرضها، يعني نافلة الصلاة مرتبطة بفريضة الصلاة، فانظر ما فضل الصلاة، تكون نافلتها أعظم من غيرها من الفرائض، وفريضة الصيام، وفريضة الصدقة، فريضة الحج، فريضة العمرة، فما زاد في النسك على مرة فهو تطوع ونافلة، وهكذا. ولأن الصلاة، أعني المفروضة، الصلوات الخمس آكد العبادات في الإسلام وأعظم الفرائض على الإطلاق، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، لا يقوم إسلام بلا صلاة. فلهذه المكانة ولهذا الشأن العظيم لفريضة الصلاة في الإسلام، جاءت أيضا في ذاك الباب العناية بسنن الصلاة الرواتب ونوافلها. هذا الفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. ثم اعلموا رعاكم الله أنه عندما يكون الحديث عن السنن الرواتب فلننتبه إلى أمور ثلاثة: أولها أنها من جنس الصلاة المحبوبة مطلقا للحبيب عليه الصلاة والسلام. أولم يقل: وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عينه في الصلاة. هل قال الصلاة المفروضة؟ لا، فأي صلاة صلاها كان يأنس بها قلبه حبيبي عليه الصلاة والسلام، أي ركعتين يصليها يجد فيها قرة العين. فالسنن الرواتب أيضا محبوبة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذا من عموم قوله وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثانيا، النوافل، نوافل العبادات صلة للفرائض وتكملة لها. كيف؟ صلة للأجر والثواب، وتكملة لما يحصل في الفريضة من نقص أو خلل. كلنا إذا صلى أو صام أو أخرج زكاة ماله الواجبة لا يخلو من نقص وخلل وشيء من التفريط قصدا أو بغير قصد، فأكرمنا الله تعالى بالنوافل لتكون مكملة للفرائض. أتريد أن تكون صلاتك المفروضة كاملة أجرها وثوابها في ميزان حسناتك يوم تلقى الله؟ لكنك مهما اجتهدت وفعلت وجاهدت نفسك إلا أن الشيطان يستولي عليك ويذهب بخشوعك في الصلاة ويعبث بكثير من أركانها، فلا تخلو صلواتنا من نقص. الفرائض تكملها النوافل، فمن اعتنى بالنافلة استكمل الفرائض وكان سدادا لها وتكملة لها وتتميما لها ولما يحصل فيها من ثواب وخير عظيم. ثالثا، العناية بالسنن الرواتب يا كرام سياج يقي الفرائض ويحفظها ويصونها. وأعني بذلك أن الشيطان إذا تسلط على العبد وأتاه ليفسد عليه دينه، فإنه لا يتجه ابتداء إلى الفرائض، إنما يزهده في النوافل. فإذا لم تكن عنده نوافل تسلط على الفريضة عنده وأفسدها عليه، فجعله يتركها أو يتأخر عنها أو يخرجها عن وقتها. فكانت النوافل سياجا وحصنا منيعا يقي لك الفرض عبد الله من تسلط الشيطان عليه. ولأن الشيطان إذا أتى للمصلي المحافظ على صلواته المحافظ على السنن الرواتب، فإنه لا يكاد يزهده في الفريضة وهو محافظ على السنن. فإذا جاهده وحاربه فأول ما يبدأ به فيما عنده من نوافل ومستحبات. فاتخذ عبد الله لصلاتك الفريضة سورا، وابن لها حصنا منيعا باستكثارك من النوافل. وآكد النوافل في الصلوات كما تقدم هي السنن الرواتب المأثورة هاهنا عنه صلوات الله وسلامه عليه. السنن الرواتب التي حفظها الصحابة فنقلوها، نقلها ابن عمر رضي الله عنهما، نقلتها عائشة رضي الله عنها، نقلها ابن عباس رضي الله عنهما، نقلتها أم حبيبة رضي الله عنها، وكثير من الصحب الكرام من زوجاته وأهل بيته رضي الله عنهن، ومن عموم الصحابة أدركوا أن لهذه الصلوات المفروضة صلوات أخرى تلحق بها، رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتني بها فنقلوا لنا ما شاهدوا، وسمعوه صلى الله عليه وسلم يحث عليها ويؤكد عليها، فنقلوا لنا ما حفظوا من العناية والهدي النبوي الذي تأكد لهم من سيرته عليه الصلاة والسلام، فيما سنقرأه في فصل هذه الليلة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر و2 بعدها، و2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته، و2 قبل صلاة الصبح. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا. حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا حديث صحيح متفق عليه، خرجه الشيخان، واللفظ الذي سمعتم للإمام البخاري وعند مسلم باختلاف يسير. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حفظ؟ لكثرة ما رأى وكثرة ما شاهد. وابن عمر أخو حفصة، حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربما دخل حجرتها فرأى من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام داخل بيوته وحجراته ما لا يراه غيره من الصحابة الذين لا يلجون إلى داخل الحجرات. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. ما المقصود بالعشر؟ هذه هي السنن الرواتب. ثم فصلها لك فقال: 2 قبل الظهر، 2 بعدها، هذه 4، و2 بعد المغرب في بيته، هذه 6، و2 بعد العشاء في بيتها، هذه 8. قال: و2 قبل صلاة الصبح، فالمجموع 10 ركعات. تلاحظ أنه خص المغرب والعشاء بكونهما يصلي نافلتهما في البيت عليه الصلاة والسلام. قال: و2 بعد المغرب في بيته، و2 بعد العشاء في بيته. ثم قال: و2 قبل صلاة الصبح. تتمة الرواية عند الإمام البخاري رحمه الله قال: وكانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. أي ساعة؟ قبل الفجر، لأنه كان يصلي يقوم الليل ثم يصلي 2 الفجر ثم يضطجع ضجعة خفيفة ثم يؤذنه بلال لإقامة الصلاة. قال: وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال: وحدثتني حفصة، يعني أخته رضي الله عنها، أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 2. فانظر كيف نقل لك ما يصلي داخل البيت وما يصليه داخل البيت وخارجه. هذه 10 ركعات والتي حكاها ابن عمر رضي الله عنهما، وهو قول طائفة من الفقهاء أن السنن الرواتب عددها 10 ركعات، أن السنن الرواتب 10 ركعات في العدد. والقول الآخر للفقهاء أنها 12 ركعة بزيادة 2 أيضا قبل الظهر، فيكون المجموع 4 ركعات قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، فهذه 12 ركعة. أما ابن عمر رضي الله عنهما فقد سمعت حديثه، وأما 12 ركعة فأخذت من أحاديث أخر، منها حديث عائشة رضي الله عنها 4 ركعات قبل الظهر، تحكيها عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحكت أنها 4 ركعات وليست 2، فكان المجموع 12 ركعة. وكذلك سيأتي أيضا في حديث أم حبيبة رضي الله عنها: من صلى لله 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وسيأتي الحديث إن شاء الله. لكن المصنف رحمه الله سيأتي في سياق كلامه أنه مع طائفة الفقهاء الذين يرجحون أن السنن الرواتب 10 ركعات، ويجعل 4 ركعات قبل الظهر سنة أخرى غير السنن الرواتب، وسيأتي سياق كلامه إن شاء الله. تلاحظون أيضا في الحديث أن السنن الرواتب شيء منها قبل الفريضة وشيء منها بعدها، فما قبل الفريضة يسمى سنة قبلية، وما بعد الفريضة يسمى سنة بعدية. فأما الفجر فسنتها قبلية، وأما المغرب والعشاء فسنتهما بعدية، وأما الظهر وحدها فسنة قبلية وسنة بعدية، إما 2 قبلها أو 4 و2 بعدها. وأما العصر فلا شيء من السنن الرواتب يتصل بها، لا قبلية ولا بعدية. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى:
كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، منذ أن يدخل الوقت. لو كنت في بلد لا تقام فيه صلاة الظهر إلا الساعة الثانية، مع أن الوقت دخل من الساعة الثانية عشر والنصف، فإن وقت السنة يبدأ من دخول وقتها. قال إلى فعلها، إلى أن تصلى الصلاة. فإذا صليت الفريضة فقد خرج وقت السنة القبلية، وإذا صلىها بعد فتكون قضاء لا أداء. قال رحمه الله: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكل سنة بعدها، كل سنة بعد الصلاة فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها. فلو سألت متى أصلي ركعتي المغرب، فنقول لك من بعد ما تنتهي من فريضتها، سواء صليتها جماعة مع الإمام في المسجد أو صليتها وحدك إن كنت مسافرا أو تقضيها أو انفردت وحدك، إلى أن يخرج وقتها. فإذا خرج وقتها انتهى. وكذلك قل في باقي الصلوات، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما فاتته الركعتان فهذه لم يكن، قال فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا. هذه الجملة أراد بها المصنف رحمه الله إثبات سنة تتعلق بالحفاظ على هذه السنن، وهو أداؤها في حال الإقامة والحضر. أما السفر فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم العناية بالسنن الرواتب إلا سنة الفجر، ولهذا قال: كان يحافظ على عشر ركعات في الحضر دائما، ولم يذكر السفر لأنه ليس من السنة أداء السنة الراتبة في السفر، وسيأتي في أثر ابن عمر رضي الله عنهما ما يشير إلى ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، وداوم عليهما لأنه كان إذا عمل عملا أثبته، فقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فخاص به، كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله. ها هنا سؤال: قلنا إن السنن الرواتب كما سمعتم عشر ركعات أو 12 ركعة، وهي على توزيعها ليس لصلاة العصر حظ من السنن الرواتب، فكيف تفعل بما ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر، كمثل حديث عائشة رضي الله عنها، وقد حكت ذلك أيضا لبعض أبناء أختها، قالت: ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، والحديث في صحيح البخاري، فأي ركعتين هذه التي كان يصليها بعد العصر؟ تقول: ما تركها بعد العصر عندي قط. وهي القائلة أيضا رضي الله عنها: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. الحديث صحيح، فأي ركعتين هاتين بعد العصر؟ فهذا الحديث المروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها يجعلها هنا سؤالا: ما هاتان الركعتان؟ ثم هما ركعتان داخلتان في وقت النهي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فأي صلاة هاتين الركعتين؟ وأيضا ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها ما يشير إلى ذلك، وفي الحديث قصة أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم جميعا أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. إذن هذا إشكال بدا للصحابة رضي الله عنهم، وعائشة رضي الله عنها تحدث به، فأرادوا الاستفسار: ما هاتان الركعتان؟ ولأنه ما كان يصليها في المسجد فما رأوها، والتي رأتها عائشة رضي الله عنها داخل البيت فحكتها، وهي التي تقول رضي الله عنها: ما ترك السجدتين بعد العصر عندي، يعني في حجرتها. فلما استشكلوا ذلك أرسلوا إليها ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس:
وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنها، فقال كريب فدخلت على عائشة. إيش يقصد ابن عباس؟ يقول كان عمر رضي الله عنه في خلافته يراعي تطبيق السنة، ولأن بعد العصر وقت نهي فكان يمنع من الصلاة في المسجد، وربما جاء من لا يفقه المسألة وبعض الجهلة فيقومون يتنفلون بعد صلاة العصر فينبههم ويؤدبهم ويعلمهم، ليس هذا وقت الصلاة اجلسوا. قال ابن عباس وأنا كنت مع عمر ممن ينهى الناس عن هاتين الركعتين بعد العصر، فلذلك يؤكد الإشكال الذي كان عندهم رضي الله عنهم. قال كريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها، كريب هذا مولى ابن عباس، قال فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة. قال فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنهما. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. عن ماذا؟ عن الركعتين أو الصلاة بعد العصر. قالت ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت لها قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما. قالت أم سلمة للجارية فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده عليه الصلاة والسلام فاستأخرت عنه، فلما انصرف يعني من صلاته قال يا بنت أبي أمية، يقصد أم سلمة، يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن هما ركعتان قضاء، لماذا؟ لسنة الظهر التي كان قد تركها بسبب انشغاله صلى الله عليه وسلم بوفد عبد القيس، ووفد عبد القيس هؤلاء قوم من العرب أتوا يعلمهم الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه من يتعلم الإسلام والإيمان تفرغ له وانتصب له، فصرف الأوقات صلى الله عليه وسلم حرصا على هداية أمته يبذل الوقت. فانظر كيف انشغل من صلاة الظهر إلى العصر فما وجد وقتا يصلي ركعتين حتى دخل وقت العصر، حتى أذن العصر، لأنه حريص على السنة قضاها، ولم يكن له وقت لقضائها إلا بعد العصر وهو وقت نهي، فقضى صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. إذن ها هنا سؤال آخر، هل يجوز القضاء في وقت النهي؟ قضاء السنن وليس قضاء الفريضة، هل يجوز قضاء السنة في وقت النهي؟ الجواب نعم، والدليل عليه حديثان، هذا أحدهما، وبعد العصر وقت نهي، فمن فاتته سنة الظهر وكان من المواظبين عليها والحريصين عليها وفاته لأي شغل أو عذر ولم يفعل إلا بعد العصر جاز له قضاء النافلة التي فاتته ولو كان وقت نهي. والدليل الآخر حديث قيس بن قهد رضي الله عنه، فإنه قام فصلى بعد الفجر ركعتين، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هاتان الركعتان؟ فقال قيس رضي الله عنه هي سنة الفجر، ما كنت صليتهما قبل الصلاة. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الفجر أيضا وقت نهي. قال الفقهاء هذا دليل على جواز قضاء النافلة ولو كان في وقت نهي، مثل سنة الفجر يقضيها بعد الفجر، وسنة الظهر البعدية يقضيها بعد العصر. طيب إلى هنا لا إشكال، يبقى سؤال آخر، طيب فإذا كان هذا الجواب وهو قوله صلى الله عليه وسلم هما ركعتان سنة الظهر شغلني عنهما وفد عبد القيس فهما هاتان الركعتان، فإذا كان هذا قضاء فقد حصل مرة، فلما كان يواظب على ذلك ولما استمر عليه؟ إذا كان قضاء فيكون في تلك المرة التي فاتته الركعتان. قال المصنف رحمه الله وداوم عليهما لأنه كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، كان إذا تقرب إلى الله بعبادة جعلها ثابتة في حياته حتى يلقى الله،
فهذا هو الفارق الذي يختص به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فلما قال شغلني عنهما وفد عبد القيس، وهما كما قلت قبيلة بجواثة، اسم قرية أو اسم حصن من البحرين الواقع الآن في الأحساء شرق الجزيرة العربية. فلما انشغل بهما صلى الله عليه وسلم عاد فقضاهما بعد العصر. في صحيح مسلم أيضا عن أم سلمة أنه سأل أم المؤمنين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كانتا بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. هذا هديه عليه الصلاة والسلام. فتعلمنا من هذا ثلاثة أمور: أولها أن بعد العصر وقت نهي وبعد الفجر وقت نهي، ولا يجوز الصلاة فيها لنهيه عليه الصلاة والسلام، ويستثنى من ذلك بعض المستثنيات، ومنها من فاتته السنة الراتبة وهو محافظ عليها فله قضاؤها ولو كان في وقت نهي. واستفدنا ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم صلى هاتين الركعتين بعد العصر اللتين حكتهما أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما لأجل ما فاته من سنة الظهر، وهذا أيضا سنة مشروعة لنا. واستفدنا ثالثا أن المواظبة على هاتين الركعتين بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وليس لنا إلا أن نتأسى به في تلك السنة قضاء النافلة في وقت نهي. أما الاستمرار على ركعتين بعد العصر فهو كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان إذا صلى صلاة أثبتها. فهذا مراد المصنف رحمه الله لما قال ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما. لماذا داوم؟ قال لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. قال فقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي فخاص به صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان يصلي أحيانا قبل الظهر أربعا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. هذا الذي أشرنا إليه في صدر المجلس لما قلنا إن عدد السنن الرواتب كم؟ 10 ركعات، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن الفقهاء من قال هما 12 ركعة، فزادوا على 10 الركعات التي حكاها ابن عمر رضي الله عنهما، زادوا عليها ركعتين قبل الظهر لتصبح 4. أخذ هذا من حديث عائشة وحديث أم حبيبة رضي الله عنهما. أما حديث عائشة فهو هذا في صحيح البخاري ومسلم أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، 4 ركعات وركعتين قبل الغداء، يعني ركعتين سنة الفجر. فحكت رضي الله عنها استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على 4 ركعات قبل الظهر. فإذا عددت قبل الظهر 4 كم يصبح مجموع السنن الرواتب؟ 12 ركعة. وهذا قول طائفة من الفقهاء كما تقدم في صدر المجلس، لكن المصنف رحمه الله يرجح أن السنن الرواتب 10 فقط، وسيجيب عن هذا الحديث بما تسمع بعد قليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2، وهذا أظهر. وإما أن يقال كان يفعل هذا وهذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهداه، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما. ذكر جوابين رحمه الله. الأول أن تقول من الذي روى أن الظهر له 4 ركعات؟ عائشة. ومن الذي روى أن قبل الظهر 2؟ ابن عمر. وعائشة تحكي ما ترى في البيت، وابن عمر يحكي ما يرى في المسجد. فلك أن تقول هذا جمعا بين الروايات، لك أن تقول إذا كنت ستصلي سنة الظهر في البيت كم تصلي؟ تصليها 4، وإذا كنت ستصليها في المسجد تصليها 2، وبهذا تعمل بالسنة التي ثبتت من حديث عائشة
رضي الله عنها في الصحيحين، وبالسنة التي ثبتت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في الصحيحين. وهذا وجه مقبول عند الفقهاء، يجمع به بين الروايات، الحديثين صحيحان كما قال المصنف، لا مطعن في واحد منهما. لا تستطيع أن تقيل حديث عائشة أصح ولا حديث ابن عمر أصح، فأنت تجمع هكذا. جواب آخر قال رحمه الله: إما أن يقال كان يفعل هذا وهذا، يعني أحيانا يصلي السنة أربعا وأحيانا يصليها ركعتين، فإذا أردت أن تطبق السنة فصلي قبل الظهر ركعتين أحيانا وأربعا أحيانا، وهذا كما روى ابن عمر وروت عائشة رضي الله عنهم جميعا، فإنهم حكى كل واحد منهم ما رأى وشاهد كما قال المصنف رحمه الله. هذان جوابان: إما أن تجعله على التخير ركعتين إن شئت وأربعا إن شئت، وإما أن تجعله على التوزيع، إن صليت في البيت فاجعلها أربعا، وإن صليت في البيت في المسجد فاجعلها ركعتين. جواب ثالث يقرره المصنف الآن: أن هذه الأربع الركعات المذكورة في حديث عائشة رضي الله عنها ليست هي السنن الرواتب، هذا شيء آخر، سنة أخرى لا علاقة لها، وسيذكر تفصيلها رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد يقال إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال. وما وقت الزوال؟ هو بداية دخول وقت الظهر. يريد أن يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا زالت الشمس، يعني تحركت من وسط السماء نحو الغروب، وهذا بداية دخول وقت الظهر، يصلي أربعا هي التي حكتها عائشة رضي الله عنها، ثم إذا صلاها صلى السنة الراتبة ركعتين كما حكى ابن عمر رضي الله عنهما، ثم صلى الفريضة. نعم. قال: كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حديث صحيح أخرجه الأئمة أحمد والترمذي وابن أبي شيبة وغيرهم، وصححه بعض المحدثين. يقول عليه الصلاة والسلام لما صلى أربعا بعد زوال الشمس قال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فذكر صلى الله عليه وسلم ما يقول عنه الفقهاء إنه من تحين الأوقات المباركة، وأن الإكثار فيها من العمل الصالح سنة. قال رحمة الله عليه: هذه الأربع الركعات هي جزء من العناية بالأوقات المباركة وملئها بالعمل الصالح، ليست هي السنن الرواتب. قال: قد يقال، فلم يجزم رحمه الله تعالى بهذا الجواب، وإنما أبداه احتمالا وقولا يمكن أن يقال، حتى يجمع بين الروايتين في حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما. قال: بل هي صلاة مستقلة، واستدل له بحديث عبد الله بن السائب لما صلى عليه الصلاة والسلام أربعا بعد الزوال وقال: هي ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي السنن أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد العصر. والصواب بعد الظهر، لكنها هكذا كما حكى المحقق في عامة نسخ الكتاب، لكن الصواب كما في الروايات التي أخرجها الأئمة وأصحاب السنن. أشار رحمه الله إلى الرواية الأخرى التي جاءت بشأن السنن الرواتب. قال: في السنن، يعني عند الترمذي وغيره وعند الإمام أحمد أيضا، كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها، وهذا محمول على قضاء السنن كما تقدم. وعند ابن ماجه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر، يعني يصلي السنة الراتبة البعدية ثم يقضي الأربع الركعات القبلية التي كان لم يصليها صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله كما أسلفت محمول على قضاء السنن الرواتب. وها هنا نؤكد فنقول: من الذي يقضي السنة إذا فاتته؟
المحافظ عليها. من أكرمه الله فكان محافظا على السنن الرواتب، ثم جاء يوما وقد قامت الصلاة في المسجد فلم يدرك سنة الظهر، أو نام فاستيقظ وقد خرج الوقت، أو ما بقي من وقت المغرب إلا إدراك الصلاة فصلاها وخرج وقتها، فمثل هذا يقضي السنة ولو فات وقتها. فإن فاتت السنة قبل الصلاة قضاها بعد الصلاة، وإن فاتت بعد الصلاة لخروج وقتها قضاها أيضا ولو خرج وقتها. هذا شأن المحافظين على الصلاة يا كرام. من حافظ على السنن الرواتب فإنه لا يزهد في قضائها إذا فاتت، بمعنى لا يقول إنها سنة، فإن فاتت فلا حرج طالما صليت الفريضة. من أكرمه الله فحافظ على السنن، سبيله للمحافظة على السنن أن يقضيها إذا فاتت، وإلا دخل عليه الشيطان من هذا الباب. فاتته اليوم سنة الفجر لأنه ما قام إلا مع إقامة الصلاة، وفاتته غدا سنة الظهر لأنه دخل متأخرا، ثم فاتته سنة المغرب يوما ويوما بعد يوم. أصبحت السنن مع كثرة فواتها يقل وقعها في قلبه، فيتسلط الشيطان فيزهده فيها، ثم يجعله حتى مع الإمكان والقدرة وسعة الوقت يجلس فلا يقوم يصلي، وشيئا فشيئا حتى يترك السنن. فإذا ترك السنن فتح الباب للشيطان فيهجم، يسلطه الشيطان على الفريضة فيعبث بها. ولهذا قلنا في صدر المجلس إن من منافع وبركات الحفاظ على السنن الرواتب صيانة الفرائض وحمايتها من تسلط الشيطان، فضلا عما فيها من التكملة لما يحصل من سهو ونقصان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين. طيب، هذا أيضا في حديث علي رضي الله عنه يؤكد ما روته عائشة رضي الله عنها أن السنن الرواتب أربع، فإما أن نقول كما أجاب المصنف، أو أن نقول إنها على قول من يقول إن السنن الرواتب 12 ركعة. وحديث الترمذي هذا الذي أشار إليه المصنف رواه أيضا أصحاب السنن عن علي رضي الله عنه، وكثير من المحدثين ينظر فيه تضعيفا لضعف بعض رواته، لكن الراجح عند المحققين ثبوت الحديث في الجملة، وشواهده تشهد لحسنه مع كثرة طرقه التي ورد بها الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر ابن ماجه عن عائشة أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود. فهذه والله أعلم هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر. طيب، لا يزال المصنف رحمه الله يرجح أن سنة الظهر القبلية ركعتان، وأن الأربع الركعات التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها هي التي رواها أصحاب السنن أنه يصليها أربعا، وحديث علي أنه كان يحافظ عليها، وحديثها عند ابن ماجه أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر يطيل القيام والركوع والسجود. فيقول هذه أربع ركعات تقع بعد الزوال، سواء أذن المؤذن للظهر أو لم يؤذن فقد دخل الوقت، وخرج النهي الذي كان قبله، خرج وقت النهي. فكأنه يقول إن هذه الركعات يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خروج وقت النهي بأربع ركعات، ثم يستقبل صلاة الظهر وسنتها. قال رحمه الله: فهذه الأربع هي التي أرادت عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يدعوهن، في قولها كما تقدم في صحيح البخاري: كان عليه الصلاة والسلام لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. فيقول هذه هي التي كان لا يدعها وليست السنة. قال: وأما سنة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولحديثه صدة الآن في تأكيده على ما المقصود بهذه الأربع الركعات إن لم تكن السنة الراتبة، فما هي؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويوضح هذا أن سائر الصلوات سننها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان. يريد أن يقول إن المستقر في السنن الرواتب كلها كم؟ ركعتان.
فيقول هذا ترجيح لأن تكون رواية ابن عمر راجحة أن سنة الظهر القبلية ركعتان قياساً على باقي السنن الرواتب، كل سنن الرواتب ركعتان 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 قبل الفجر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، فلا شيء من السنن وقع أربعاً. فيقول هذا نوع من التأكيد على أن السنة القبلية للظهر ركعتان لا أربع. حتى الفجر يقول مع كونها الفريضة ركعتان فقط، والناس في وقتها فراغ ومستيقظون من النوم ولا شواغل ولا وظائف، ومع ذلك فسنتها أيضا ركعتان لا أكثر. وعلى هذا قال وعلى هذا فتكون هذه الأربع قبل الظهر وردا مستقلا سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. يقول على هذا تكون هذه الركعات الأربع وردا مستقلا، سنة أخرى ليست هي السنة الراتبة للظهر، وسببها انتصاف النهار وزوال الشمس. هو كما قلت لك لأن قبل الظهر إذا توسطت الشمس في كبد السماء كان وقت نهي، ويزول وقت النهي إذا زالت الشمس عن وسط السماء، عن وسط السماء، فيكون زوالا للنهي. فكان عليه الصلاة والسلام يفتتح هذا الوقت المبتدأ بعد النهي بهذه الركعات الأربع، وأخبر بما تقدم أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، ويحب عليه الصلاة والسلام أن يرفع له فيها عمل صالح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان عبد الله بن مسعود يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل، وأبواب السماء تفتح بعد زوال الشمس، ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل، فهما وقتا قرب ورحمة، هذا تفتح فيه أبواب السماء وهذا ينزل فيه الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. هذا توجيه لطيف من المصنف رحمه الله، يريد به التعليل والكلام عن حكمة هذه الركعات الأربع إن قلنا إنها ليست السنة الراتبة. فيقول سببه والله أعلم انتصاف النهار، وأن هذا يقابل انتصاف الليل، فكما أن منتصف الليل وقت فضيلة مقبل على ثلث الليل الآخر الذي يحصل فيه النزول الإلهي الجليل والكرم والعطاء، فقال كذلك أخبر في الحديث الصحيح أن زوال الشمس ساعة تفتح فيها أبواب السماء، قال فكلاهما وقت رحمة وقرب، وهي لحظات يدرك فيها العبد رحمة الله بالوقوف بين يديه والسؤال. فكما شرعت الصلاة ورغب فيها في آخر الليل، جاءت هذه الركعات الأربع قبالها أيضا في منتصف النهار، وذلك عند زوال الشمس. وذكر الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يصلي بعد الزوال ثمان ركعات ويقول إنهن يعدلن بمثلهن من قيام الليل والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. طيب هذا حديث أم حبيبة رضي الله عنها الذي أشرنا إليه أيضا، من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة. اثنتي عشرة ركعة ستجعل قبل الظهر ركعتين أو أربعا، لابد أن تجعلها أربعا ليستقيم العدد في مجموعه ثنتا عشرة ركعة. قال من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله، وعند غير الإمام مسلم من حديثها رضي الله عنها تفصيل لهذه الركعات. زاد الترمذي والنسائي فيه أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. قال النسائي وركعتين قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء، وصححه الترمذي. صحح الترمذي روايته لا رواية النسائي، أما رواية النسائي وركعتين قبل العصر فغير محفوظة، والصواب رواية الترمذي ركعتين بعد العشاء، فتكون كما سبق في ذكر هذه الركعات. أفاد الحديث حديث أم حبيبة رضي الله عنها أفادنا يا كرام فائدتين كبيرتين، أولاهما ذكر فضيلة الحفاظ على هذه السنن الرواتب
ما جزاء من صلى السنن الرواتب أيها المصلون؟ بنى الله له بهن بيتا في الجنة. ما تريد بيتا في الجنة؟ كلنا والله يريد. ما أرخص الثمن أن تصلي لله عز وجل هذه الركعات التي ذكرتها أمنا رضي الله عنها. من صلى لله 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية الترمذي والنسائي الفائدة الأخرى وهي تعداد هذه السنن الرواتب على التفصيل، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، وهي أصح من قول النسائي، وركعتين قبل العصر. فهذه هي الركعات التي أشار إليها الحديث. خذ فائدة أخرى جليلة عظيمة الوقع والله، في صحيح مسلم في إحدى روايات الحديث عن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهي تروي الحديث: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو راوي الحديث عنها: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. فتتابع رواة الحديث وهم يسمعون أمنا التي تروي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأت هذا الثواب الكريم والأجر العظيم، بيت في الجنة بثمن مقدور لكل أحد أن يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة. قالت: فما برحت أصليهن بعد. ما أعظمه من درس والله. كان سلفنا من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من بعدهم، فمن جاء بعدهم من خيرة هذه الأمة، يعلموننا كيف نعظم السنة إذا تعلمناها. السنة يا كرام ليست درسا تحضره في المسجد، ولا مسألة تسمعها في خطبة الجمعة، ولا واجبا يحله الطلاب في المدارس وينجحون في الاختبار. السنة حياة. أن تتعلم شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم لا تفعله في حياتك، أخبرني فلما تعلمته؟ وما فائدة علمك به؟ أتستكثر من حجج الله عليك يوم القيامة؟ أن يقال لك: علمت سنة نبيك فماذا فعلت؟ لقد كانوا يعظمون السنة ويحرصون عليها لأنها سنة. وأصبحنا اليوم في زمن مع الأسف نزهد في السنة لأنها سنة. فإذا نصح أحد أحدا قال: افعل كذا، اصنع كذا، صلي كذا، قال: يا رجل هي سنة. على سبيل التخفف، يعني ليس شيئا واجبا يأثم المرء بتركه. فرق كبير في تعاطي السلف لأمر السنن وتعظيمهم لها. أم حبيبة رضي الله عنها ما تعاملت على أنها فريضة يأثم تاركها. سمعت الحديث قالت: فما برحتها، قالت: فما برحت أصليهن بعد. ثم يروي ذلك عنها عمرو فيقول: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. فمتى يأتي اليوم أقول فيه أنا وأنت لأولادي: فما برحت أصليهن بعد؟ وأنت تروي لهم هذا الحديث وتحكي لهم شأن هؤلاء السلف، أم حبيبة وعمرو والنعمان، وتقول لهم وأنت أبوهم وأنا أيضا: ما برحت أصليهن بعد. وليرى أولادك في البيت حرصك على السنن الرواتب عند خروجك إلى المسجد وبعد عودتك، أو إذا كنت مرافقا لهم هنا وهناك، فيرون من حرصك على النافلة كمثل حرصك على الفريضة. بمثل هذا تحيا السنن في الأمة يا قوم، وترفع رايتها وتنتشر ويعم الخير. فوالله ما عمت السنة في بلد أو مجتمع إلا عم الخير والرحمة. هذه سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم هي استكثار من الشواهد التي تثبت لك عبد الله حبك لله. أو ما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أثبت يوم القيامة أنك تحب ربك. اجمع في صحيفة عملك من مواقع الاتباع للسنن بقدر ما تثبت به حبك لله. ما طلبك الله عز وجل بدليل سواه. تحب الله؟ لا دليل ولا إثبات إلا أن تتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال بعض السلف: هذه شواهد المحبة،
شواهد محبتك لله، فاستكثر من الشواهد ما شئت عبد الله، اجمع في صحيفة عملك من سنن تحيا بها في حياتك، في هيئتك ولباسك، في طعامك وشرابك، في نومك واستيقاظك، ودخولك وخروجك في الصبح والمساء وعلى مدار العمر. استجمع من تطبيقات السنن في حياتك ما تثبت به في صحيفة عملك يوم تلقى الله أنك عبد تحب الله. فإذا اختبرت وسئلت وأتيت بالشواهد، فإذا صحيفة الأعمال ملأ بسنن طبقتها وتعلمتها وأحييتها. هذا قول السلف، هذا قول أم حبيبة، هذا قول عمرو، هذا قول النعمان، وشواهد هذا في حياة الصحابة كثيرة جدا. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثلاث ما تركتهن منذ سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولها، أو قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم يقول: فما تركتهن بعد. وذقل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. قال: ما تركتهن منذ سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. حرص عظيم كان أحدهم بمجرد أن يتعلم السنة وأن يقف عليها أصبحت شيئا عظيما في حياته، يهتم له ويعتني به ويحرص عليه، كيف لا، ثم يورثه لمن بعده، أهل بيته والناس من حوله. ونعم ما يترك الرجل لأولاده، والله هذا الأمر العظيم، نعم الميراث أن يورثهم تعظيم الشريعة وحب السنة وتطبيقها، لأن تطبيق السنن والحرص عليها وتعظيمها وحبها يورث حب صاحبها عليه الصلاة والسلام، ويجعل المرأة متثبتا بسنن من أحبه قلبه، فإنه يحيى حياته متمثلا لكل من ثبت عنده، لكل ما ثبت عنده من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من ثابر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: ركعتين قبل الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين أظنه قال قبل العصر وركعتين بعد المغرب أظنه قال وركعتين بعد عشاء الآخرة. وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجا في الحديث، ويحتمل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والله أعلم. ختم رحمه الله هذه المسألة فيما يتعلق بالركعات 4 قبل الظهر بهذه الروايات التي سمعت، روايتين عند ابن ماجه رحمه الله في السنن من حديث عائشة رضي الله عنه، والثاني من حديث أبي هريرة، لكن الصواب أنه من حديث أم حبيبة كما نبه عليه المحدثون، والحديثان ضعيفان من حيث الصنعة الحديثية، لكنها شواهد لما مضى في حديث عائشة المخرج في الصحيحين الذي تقدم ذكره، وحديث أم حبيبة رضي الله عنها في السنن، وجميعها تجتمع على أن ذكر السنة الراتبة قبل الظهر 4 ركعات. فإما أن يقال كما تقدم في صدر المجلس هو قول طائفة من الفقهاء بجعل عدد الركعات في السنن الرواتب 12 ركعة، وإما أن يقال بل هو 10، وهي إما أن تكون على التنويع، فمن صلاها في المسجد صلاها 4، ومن صلاها في البيت جعلها 2، أو العكس، من صلاها في البيت صلى 4، ومن صلاها في المسجد صلاها 2، أو يكون على التنويع هذا تارة وهذا تارة. وما ذهب إليه المصنف من الجزم بأنها 10 ركعات ترجيحا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وحملا لحديث عائشة على أن الركعات 4 سنة ورد مستقل كما قال رحمة الله تعالى عليه، والأمر في هذا واسع. فصليت 10 ركعات أو صليت 12 ركعة، المهم عبد الله أن تثبت في صحيفة عملك سننا رواتب تقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما 4 قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في فعلها شيء
إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي. هذه مسألة أخرى، هل يثبت في السنن 4 ركعات قبل العصر؟ نتكلم عن شيئين، عن قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. الكتاب كله كما تقدم في الهدي النبوي، والهدي النبوي يثبت إما بالقول وإما بالفعل. فهل صلى صلى الله عليه وسلم قبل العصر 4؟ وهل قال فيما يتعلق ب4 ركعات قبل العصر حديثا يدل على ذلك؟ هذه مسألة المصنف التي شرع فيها الآن. قال رحمه الله: وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم في فعلها شيء إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالنهار 16 ركعة، يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا كصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 2 ركعتين وقبل العصر 4 ركعات، وفي لفظ كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2 ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 ركعتين وقبل العصر 4، ويفصل بين كل 2 ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره. حديث علي رضي الله عنه كما قال المصنف رحمه الله هو الحديث الوحيد الوارد في صلاته صلى الله عليه وسلم قبل العصر 4 ركعات، هذا الحديث الفعلي. أما القولي فسيأتي ذكره إن شاء الله. هل صلى عليه الصلاة والسلام قبل العصر 4 ركعات؟ قال لا يثبت إلا من حديث علي، وأشار إلى تضعيف بعض الأئمة لهذا الحديث، وعلى رأسهم الإمام أبو إسحاق الجوزجاني، وتابعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع في إنكار الحديث وتضعيفه. وإلا فأصل الحديث مخرج عند الأئمة في السنن عند أحمد في المسند والترمذي والنسائي وابن ماجة، ومداره على عاصم بن ضمرة، ولكونه قليل الحديث لا يكاد يروى له حديث كثير، فإن بعضهم يجعل من فرد به غير محتمل للاستقلال في إثبات الحجة في مثل هذه السنن، ولا يثبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قبل العصر شيئا سوى هذا الحديث. وأما الهدي القولي في الصلاة قبل العصر 4 ففيها حديث نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، مستكثرين فيما بقي من ليلتنا وجمعتنا غدا من الصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم. اصطفاه المليك نورا وهديا، فالرسالات قد تناهت إليه، فأنيروا أيامكم كل حين بالصلاة وبالسلام عليه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فأصلح لنا اللهم شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واحفظ يا رب علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، وأدم علينا الأمن والرخاء والنعمة والعفو والعافية يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.